في إطار تظاهرة مهرجان عنابة لفيلم متوسطي، اليوم تم عرض أربعة أفلام قصيرة اللي كان في حضور مميز من طرف ممثلين ومخرجين يعني عندهم خبرة كبيرة، بالإضافة إلى إقبال الجمهور اللي يعني كانت عروض جيدة نالت استحسان كل الجمهور اللي كان حاضر. قصة الفيلم تتحدث على شاب عبقري من مدينة عنابة يريد الهجرة خارج البلاد، كان مأمل أنه يدي بورس من الجامعة، لكن الجامعة محت اسمه من رأس القائمة تاع المنحة الدراسية، فقرر يخدم آلة متطورة ويهاجر بها خاطر هو يخاف من البحر. الفيلم درامي خيال علمي يعالج ظاهرة الحرقة تاع الشباب وصراع الأجيال. Je remarque que le court métrage en général commence à évoluer. Il y a beaucoup de jeunes talents d'ailleurs, qui c'est la relève pour moi. C'est eux qui vont en fait, c'est l'avenir du cinéma algérien. Et c'est bien. Et il faut qu'on continue à les encourager, on continue à les financer pour qu'ils s'expriment. Parce que le cinéma en fait, c'est une magie. جيت بفيلم في الدورة هذية، فيلم قصير في المسابقة الرسمية. الفيلم اسمه الأربعين، لا كارونتين. الفيلم هذايا السيناريو نتاعو مقتبس من قصة لأمال مختار، كاتبة تونسية، ويحكي على قصة على المرأة التونسية، لكن مش فقط تونسية، المرأة بصفة عامة مع مشاغلها اليومية اللي تنشغل فيهم وتنسى شوية صوتها الداخلي والحاجات أحلامها هي ونفسها. دونك هذا هو. سعيدة برشا أني موجودة في المهرجان.